ايه معلوماتك بقى عن الوحدتين اللي معلومات الشام الواقعه؟ انا فاكر ان القضيه دي جت لنا ثلاث مرات، زميل خاصه وبعدين اول مره ورقه وجت لنا مرتين تاني من النادي. في مره رابعه اوكي النيابه كلمني وقال لي ايه عايزين بس نفس الكلمتين نتكلم في النيابه. نفس اللي انا قلته مع وكيل النيابه هي دي نفس اقوالي، لان احنا تقريبا يعني فتحنا تلفزيون باين وقعدنا نشوف. هو الموضوع ان اكونت اسم تقريبا خالد على التليفون، وفي هو جروب ما بين ثلاثه. خالد ده صاحب الاكونت، صاحب الموبايل، معاه اثنين فيهم واحد تقريبا هو ده اللي هم اسمه احمد شاكر، هو ده اللي هم عايزينه حاجه زي كده. فيهم الثالث خرج من الاكونت من الحساب ده. حاسس التليفون مين؟ تليفون المتهم؟ التليفون اللي جالي كان هو التليفون اللي جالي. التليفون المتهم يعني؟ كده التليفون المتهم. انا اللي متذكره في المقطع ان انا فحصت تليفون محمول. محمول ليه في التليفون محمول ده بقى؟ كنا فحصنا حساب على الفيسبوك ماسنجر، وفحصت حساب على الفيسبوك ماسنجر. ايوه وفي حساب باسم خالد بيسو تقريبا، وفي حساب باسم خالد بيسو. ايوه يعني انا عارف ان كلامي يبقى هو زي اللي انا قلته قدام النيابه، لان يعني هو ده اللي قدام النيابه ده كان الاوقع لو حطنا تحت التليفون. وانا كل اقوالي عشان انا مش متذكر بالظبط الواقع بس لكن قدام النيابه العامه برضه بيجيبها لي. ما هي وسائل معرفة الرابط الخاص بمواقع التراسل الاجتماعي فيسبوك، ومن منها يمكن تأكيد نسبة الحساب إلى شخص ما؟ وسائل الفحص أول حاجة في السؤال إيه؟ وسائل معرفة الرابط الخاص. طيب هو أنا قدام النيابة وفي التقرير بتاعي ثابت ان الرابط بتاع الحساب لا يندرج تحت اختصاص عمل الاداره. جميل يا فندم. لا يندرج تحت عمل، يعني احنا عندنا في الاداره عامه المفادات كان بيفحص الحساب بتاع حضرتك، اقدر اعرف ان حضرتك الحساب بتاعي، ما بقدرش اعرف مين. لكن انا بفحص التليفون الهاتف، بفتح الفيسبوك ماسنجر اسمه ايه الاكونت، اسمه مثلا محمد عبد العظيم، اقول ان ده الموبايل عليه حساب فيسبوك ماسنجر بتاع محمد عبد العظيم. لكن محمد عظيم بقى اللي مستخدمه فعلا وتليفونه، لا ده مش عندي اصلا، ده مش اختصاصنا اصلا. ما اختصاص مين؟ الاداره العامه بتكون شغاله على الوقت. ما هي وسائل معرفة الرابط الخاص بمواقع التراسل الاجتماعي بين قوسين فيسبوك، ومن منها يمكن تأكيد نسبة الحساب إلى شخص ما؟ دي معرفة صاحب الحساب ده لا يندرج تحت اختصاص عمل الإدارة أو اختصاص عمل الفحص، ويمكن الرجوع للإدارة العامة لتقنية المعلومات. ويمكن الرجوع للإدارة العامة لتقنية المعلومات لأنها جهة الاختصاص عمل الإدارة. الإدارة العامة للمعلومات تكنولوجيا المعلومات. هو في تقرير فني تاني في الجزء ده؟ في ثلاث تقارير. هو ده بتاع التكنولوجيا؟ طب ما اشوف هو قال له ايه؟ سين وماذا وجدت تحديدا على فحصك للتليفون او الهاتف المحمول محل الضبط؟ لقينا محادثه نصيه في جروب، يعني كان المطلوب فحص محادثه نصيه في جروب. انا فحصت محادثه نصيه على جروب اللي فوق على الجروب على جروب فيسبوك مثلا.
اسال انا لسه بعد اذن معاك في اسئله برضو تانية. ماشي على مش فاكر ولا فاكر لا لا ولا اتذكر ما معنى البصمة الإلكترونية لحساب التراسل الاجتماعي فيسبوك؟ دي برضه يسأل فيها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لأن ده مش اختصاصي. ده مش اختصاصي ويسأل عنها فحص التكنولوجيا المعلومات. سينا فندم، ما معنى وجود مانع كودي في جهاز التليفون المحمول يحول دون فحصه؟ وجود مانع كودي في جهاز التليفون المحمول يحول دون فحصه. كلمة مرور المنع الكودي اللي هو كلمة المرور وما نقدرش نفتح التليفون منها. هي وجود منع كودي التليفون لا استطيع فتحه الا بالباسورد كلمة السر. ازاي بقى؟ التاني كان مفتوح تقريبا الا الوكيل يعني مش فاكر مش متذكر. ما كانش عليه بس انا كنت حاضر التحية يا ريس حاضر التحية. ايه؟ هو كان خالد اللي فتح له التليفون فتح الوكيل الوكيل نيابة. انا التليفون جالي مفتوح وعرف الباسورد والوكيل نيابة ساعتها. يعني عارف هو المتهم؟ ايوه المتهم كان بيحقق معاه. يعني التليفون كان مع وكيل نيابه والمتهم فحقق وايوه وبعد جاب يعني مش عارف فنيين او عشان سين كان هو مفتوح لما كانت سين وكيف تمكنت من فحص الهاتف؟ اذا مين هو التليفون اللي انا فحصته كان مفتوح ما كانش عليه مانع كودي؟ اخر سؤال يا فندم، انت فحصته فين؟ عندنا في الاداره العامه في المعمل عندنا. يعني انت خدته مفتوح؟ ما خدتوش، هو جاني بقرار النيابه جاني من هو كان جاي لي بقرار النيابه. قرار نيابه التليفون جاني متحرز. كان متحرز ما هو ما فيهوش مانع كودي. ايوه. ماذا يعني لقب ضابط مهندس لإدارة المساعدات الفنية محل عمل سابق؟ يا فندم معلش عشان في تقرير، في كذا تقرير. طيب فهمني بقولك استنى دلوقتي حاجة. في تقرير موقع من ضابط مهندس. أيوة. هو سيادته مقدم عامل في إدارة المساعدات الفنية. ماشي. مش مهندس. فأنا عايز أعرف الفارق ما بين الاثنين. على فكرة هو أنا اتكلمت مع سعادته بره كده بسريع لما بيقول لي عليها. لا ده أنا بقول له عليها يعني أنا بقول لسعادتك على حكاية ضابط مهندس هو وضعها يعني. بس يبقى سألت السؤال ماذا يعني؟ ماذا يعني لقب ضابط مهندس؟ ماشي يا فندم، صفة ضابط مهندس بإدارة المساعدات الفنية محل عمل سيادتك. بس ضابط خريج كلية هندسة بيلتحق بكلية الطلبة ومفيش فرق يعني. لا كان في كلية هندسة دخل كلية الشرطة قعد سنتين اتعلم من خد يعني المواد الشرطية. زيك زيه؟ لا ده انا يمكن انا احسن منه لان انا واخد فرق وسافرت بره مصر كنت في روسيا اتدربت. قول حضرتك الكلام ده بقى يعني. لا ده انا اللي معلمه. طيب بحددها اللي هو خد مختص كذا وانا ضابط بشكل عام عليك. حاضر. هو ضابط مهندس ده كان ضابط مهندس معناها ان هو كان خريج كليه هندسه والتحق بكليه الشرطه اتخرج منها و يعني توزيعه جه عندنا الاداره. هننقلنا بقى فندم بسؤال اخير يعني.
والله يا فندم احنا بنتكلم في الموضوع ده وانت سعادتك المحكمه يعني عذرا حضرتك انت شايف بتسال اسئله لا يا فندم لا يا فندم لا 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 يا فندم ما هو في تقارير يا فندم موجوده معلش ما لا هو على انه على راسي طبعا بس يا فندم في سؤال اخير بعد اذن معالي يعني معلش هل الضابط المهندس هو صاحب الاختصاص الاصيل حيث انه يعمل بتكنولوجيا المعلومات كما او لا مش تكنولوجيا امال لا عندنا في الاداره صاحب الاختصاص الاصيل ضباط الاداره اللي شغالين فيها هم دول اللي بنفحص انا ممكن ليا عملي في الاداره ممكن ليا لما بيجي لي قرار ان يبقى افحص تليفون دي واحده بس عشان ممكن تستعين بالمهندس ده بشيء يعني لا يا فندم استعينش بيه انا بفحص انا كاتب انا في تقرير انا فاحص امال هو بيكتب تقرير وبيفحص ليه هو نقيب وانا المقدم فهو ممكن توزيعه القضيه اقول له بقول لك ايه خد افحص انت دي لكن انا بتكلفه يعني بالظبط لا ده في مقدم مهندس مقدم مهندس بعد اذن معاليك لا ده مش عندي بقى مش في الاداره عندي ايوه طبعا ما هو عامل تقرير يا فندم لا مش مقدم مهندس موجود ماشي يا فندم ما هو لانه عامل تقرير وقال اسال هو يجاوب يعني وما 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 قول سيادتك وما قول سيادتك بان سين من الدفاع هناك ضوء مقدم مهندس ورائد مهندس ماشي ارجو مراجعه التقرير صادر من اني جهه هو يا فندم اهو مبحث التكنولوجيا المعلومات طيب لا ما هو عامل تقرير يا فندم هو صاحب ماشي يا فندم هو صاحب اختصاص احنا عايزين نعرف ده ضابط مهندس وده مقدم مهندس ادي يا فندم لا يا فندم مشكله برضه يا فندم بعد اذن يا فندم بعد اذن معلش قول حضرتك سؤالك انت اجابتك اللي انت عارفها ده يا فندم هو ضابط قسم المساعدات الفنيه اهو لا. احمد عبد الحفيظ ده يا فندم نقيب مهندس وده مقدم مهندس خالد الجامع ماشي يا فندم وزاره الداخليه تمام الاداره العامه للتكنولوجيا المعلوماتيه تمام يا فندم اداره البحث الجنائي هل طب وهي اداره البحث الجنائي دي فنيه لا لا يا فندم تكنولوجيا المعلومات ما هي تكنولوجيا المعلومات اذا انا مساعدات فنيه انا جهه فنيه ماشي يبقى بقى ضابط عامل فيها ضابط مهندس احنا الاثنين بنقوم بنفس الدور وصلت نفس الدور بنقوم بنفس الدور ماشي يا فندم ماشي احنا سين من الدفاع ماذا ماذا يعني موضوع ضابط مهندس تكنولوجيا المعلومات انا ماليش دعوه دي اداره يا فندم غيري وما اختصاص اداره تكنولوجيا المعلومات يا فندم الفحص برضو هي ليست جهه اختصاص اليست جهه اختصاص عن الحساب ماذا يعني ايوه هو ده اللي انا عايزه ما انا بسال في حساب الرابط الاول هم مش انا بقى تمام كده يا فندم انا ما اختصاصش يعني يبقى معلش مع احترامي يا فندم يعني ما هي وظيفه الضباط المتخصصين بين قوسين المهندسين في اداره تكنولوجيا المعلومات من حيث تحديد رابط الحساب هو سعادته قال يا فندم قال هو ده المختص في تحديد لا مش قول يا فندم سعادتك اللي عنده ماشي يا فندم الاجابه يسال عنها اي ضابط في تكنولوجيا المعلومات سين هل لديك قلقه لا القطاع عندنا فندم اسمه قطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات القطاع ده قطاع فني احنا عندنا فيه تكلفات معينه خاصه بالشغل عندنا ومن ضمن فيه ان الشق الثاني اللي هو النيابه الاجتماعيه ما بيبعتوا لنا في التليفون بنفحصه وانا عندي فرق كتير واخدها في الموضوع ده ماشي شكرا زايد شكرا جاهز ان شاء الله لازم نبدا نحل مدني بسم الله الرحمن الرحيم والحاضر ماشي يا باشا الحاضر مع المتهم تمس وبحق
براءتي من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوة المدنية، ودفع بانتفاء الجريمة بركنيها استنادا إلى ما قرر به شاهد الإثبات المسؤول بمحضر جلسة اليوم حسب ما ورد بإجابته للسؤال الأول، حسب ما ورد بإجابته للسؤال الأول، وعلى سند من التقرير الفني المرفق بأوراق الدعوة صاد 119 و120 من أوراق الجناية. ثانيا، دفع ببطلان الدليل القولي المستمد من أقوال شهود الإثبات من الأول إلى الرابع، وذلك لابتنائها على ما قرر به آحاد الناس وهو من لقبوه بمهندس حضر الجلسة العرفية وفحص الهواتف التي سلمت إليه ومنها هاتف المتهم الماسل، ثم أقر بأن هاتف المتهم هو الذي ينسب إليه الحساب المدعى ارتكابه للوقائع الثابتة بأمر الإحالة، الإحالة على خلاف ما هو ثابت فنيا في التقرير المرفق بالأوراق بصاد 119 من الجناية و120، وعلى خلاف ما قرر به شاهد الإثبات بجلسة اليوم في إجابته للسؤال الأول، كما دفع ببطلان أقوال شاهدي الإثبات الخامس والسادس لأنها لا أو غير متحصلة من الفحص الفني الذي يثبت أن الحساب موضوع الدعوة هو من قام بارتكاب الوقائع المسندة المتهم بأمر الإحالة. آخر حاجة يا فندم، معلش يا فندم، خلاص يا فندم، إن شاء الله يا فندم. ودفع أخيرا بعدم معقولات تصوير الواقعة على النحو الذي ورد في الأمر. يعني معلش يا فندم، بعد إذن معلش، يعني أنا ما تعلمت من هيئتكم الموقرة ومن هذه المنصات الطاهرة أن القضاء رسالة استماع حيث لا يزيد الدفاع عما هو مقتضى منه ومطلوب، ولا يكرر الدفاع على آذان وسمع المحكمة ما سلف، ولذلك سيلتزم الدفاع بهذه المبادئ
حتى يمكن توصيل دفاعه إلى محكمة في هذه الواقعة، وهذا واجب. الأمر بالنسبة لنا أولا وعلى عجالة شديدة. تمسك فندم بما جاء بأقوال شاهد الإثبات الثاني في تحقيقات النيابة العامة من أنه في منتصف رمضان الماضي قد جاءه المتهم الماسك وتوجه إليه لأنه يريد تحديد جلسة عرفية، لأن هناك من الأشخاص والذين استدعوا إلى هذه الجلسة وفقا لإرادة هذا المتهم وطلبه يدعون أنه أنشأ حساب يسمى أحمد شاكر شاكر، هذا الحساب يقوم بسب هؤلاء الناس ومنهم المجني علي شاهد الإثبات الأول يا فندم، ويقوم بسبهم والتشهير بأعراضهم على النحو الذي أوري بالأوراق. وقيل بأنه حدد له الجلسة وذهب إليها ومعه شاهد شاهد واقعة ضبط المتهم من الجلسة العرفية وإبلاغ مركز شرطة القناطر يا فندم لكي يقوموا بالقبض عليه على نحو ما ورد. قال بأنهم حضروا الجلسة العرفية وقاموا بتسليم التليفونات وقاموا بالتوقيع على إيصالات على بياض كأعراف الجلسات العرفية، وأتى هو من بلدته إلى بلدتهم بمفرده ومعه شاهد واحد سئل في ذكره في تحقيقات النيابة العامة اسمه فندم عربي عبد القوي كان معاه، أقر بأنه حينما سلم التليفون له وسلموا له تليفوناتهم قام رجل يدعى عبد المؤمن حجاب، قال صاحب الجلسة العرفية وهو شاهد الإثبات الثاني فندم حافظ شديد بأنه أتى به لفحص التليفونات، فقرر الشاهد حينما قام بفحص التليفونات بأنه أثبت بأن الحساب الموجود هو حساب يخص المتهم الماسك بفحص نظر يا فندم، وحتى حينما أوروا عنه قالوا بأنه صاحب محل موبايلات. هذا ما ورد بأقوال هذا الشاهد الذي أورى بأقواله بتحقيقات النيابة العامة. حينما قيل بذلك قيل بأن الجلسة قد قامت بالهياج على المتهم وأرادوا أن يفتكوا به، فقاموا يا إما بتسليمهم الإيصالات أو كأعراف الجلسة العرفية أو إبلاغ الشرطة، فقرروا إبلاغ الشرطة على نحو ما أورى. أبلغوا الشرطة فجاءت الشرطة وأخذت المتهم من منزل من يدعى حافظ شديد واقتادوه إلى مركز شرطة القناطر. قيل بأن ضابطي الواقعة الثالث والرابع فندم من مباحث مركز القناطر أوروا بتحرياتهم والتي بها من الغرابة ما بها، لأنها تمت دون دليل فني على أمر يتعلق بالدليل الفني. إذن كيف يوري شاهد إثبات بأنه تحرياته توصلت إلى أن المجني عليه قد مات بالسم وأنه لم يأتي تقرير صفة تشريحية ولم يقم حتى القائم بالصفة التشريحية بتشريح جثمان المتهم لتوضيح ما علة وفاته وما سبب وفاته؟ هم فعلوا ذلك حسب التواريخ يا فندم وحسب ما هو ثابت بتواريخ التقارير الفنية المرفقة بالدعوة، شاهدي الإثبات ضابطي الواقع من مركز شرطة القناطر وشاهد الإثبات الأول المجني عليه عثمان وشاهد الإثبات الثاني يا فندم اللي هو حافظ شديد، حسب ما قرروا بتحقيقات النيابة العامة من أنهم جميعا استقوا معلوماتهم ممن يدعى عبد المؤمن حجاب الذي حضر وفحص التليفون، ولولا أنه قال بأن المتهم هو صاحب الحساب ما تبادر إلى ذهن وما ذهبوا إلى المتهم للقول بذلك. هل هذا يتفق مع عدل القضاء في الدليل ومع توافر شرائط الدليل اليقيني للمحكمة الذي لابد في هذه الحالة أن ينتج عن دليل فني معتبر كما أوري بالأوراق؟ ثم ننتقل إلى الدليل الفني الذي أوري بالأوراق. أكد شاهد الإثبات المسؤول أمام جلسة أمام هيئة المحكمة اليوم وبهذه الجلسة بأن هناك عادت إلينا القضية ثلاث مرات لمعرفة من هو صاحب الحساب. مرة في 20/4 فندم كتاب النيابة العامة أولها 20/4/22 وأرسل إليهم وقاموا بعمل تقرير، هذا التقرير مرفق في صاد 119 و120، وجاء بهذا التقرير أن هناك ضابط مهندس ومقدم مهندس وهو الذي تساءلنا في أمرهما قرر بأن هناك مانع كوني في الفحص يا فندم في بند الفحص صاد 119 يمنع من فحص الجهاز، هذا الذي قام بالفحص. ثم قرر بأن هذا الحساب ليس له بصمة إلكترونية على الحساب، قرر بأنه تم معرفة الرابط الخاص بحساب أحمد شاكر يا فندم من شبكة المعلومات وليس من الحساب. والمعول هنا كما أورى سيادته في إجابته للسؤال رقم واحد أنه إذا ما ثبت بأن الحساب المدعى به ارتكاب الوقائع الثابتة بأمر الإحالة منسوب إلى تليفون المتهم الذي قام بفحصه
فإنه لا علة في ذلك في أنه قد جاء الدليل اليقيني الدامغ على أن الحساب يخص المتبح. أنا وأن قيل بأنه تم البحث في الرابط وتبين من عن الرابط في شبكة المعلومات يا فندم جيء به من شبكة المعلومات وليس من حساب من فاتف المتهم، إذا هذا باليقين لا يمكن نسبة الحساب إلى المتهم. تلك معلومات عامة تستطيع المحكمة أن تصل إليها دون أي دقيق إذا تم البحث في هذا الأمر، ويقرر بها الدفاع على مسؤوليات الشخصية، وهو ما سألنا به شاهد الإثبات الأول وقال بأنني أنا لست الجهة المنوطة بمعرفة الرابط بالنسبة للحساب. إذا ما يمكن نسبتني إلى المتهم إذا ما قيل بأنه هو صاحب الحساب. من أين نستقي المعلومة؟ لابد وأن يثبت من الحساب من فحص فني أن يقال ليست العلة هنا عند الدفاع من أرسلوا إليه. من أرسلوا إليه؟ ضابط مهندس في المساعدات الفنية. وضابط مهندس يا فندم هو يقول ضابط مهندس متخصص، ضابط مهندس مهندسين اللي هم التكنولوجيا اللي هم بتوع الهندسة الإلكترونية. هؤلاء هو خريج هندسة على العموم ولم يوضح، لا هم خريجوا هندسة إلكترونية، وإلا لماذا تم إلحاقهم بهذا القسم من أقسام الشرطة وهم المتخصصون في هذا الفحص وهم الذين يأتون به؟ وهو قرر ذلك في السؤال الأول، قال دي مش بتاعتنا، دي بتاعت تكنولوجيا المعلومات حسب ما أورد. يبقى إذن كيف هو يتناقض مع ذاته في إجابة السؤال الأول يا فندم حينما يقول ذلك، وبعد ذلك يقرر لنا بأنني أنا أكبرهم تخصصا وأنا أخذت فرق في روسيا ودول أوروبية وأنه يمكن لي أنا بعلمهم، يعني بيعلم الضابط المهندس المتخصص يا فندم. هذا أمر بأمانة شديدة تلفظه المحكمة وتلفظه العدالة إذا ما تراءى لها أنه بعيد عن واقع ألمت هي به ويحاول الدفاع أن يطرحه على بساط بحثها. ثم بعد ذلك وجدنا بأن التقارير المرفقة وقدم إلى عدالة المحكمة صورة من تقرير حسب ما أورى شاهد الإثبات وهو غير مرفق يا فندم، ده مش موجود في أوراق الجناية، ده تاريخه يا فندم 25/8 ما هو مرفق 20/4 و22/11 اللي هو قال انا اتسالت فيه ده مين يا فندم؟ ما هو فندم اثناء معلش تحقيق النيابه لما اهليه المتهم اتوا بيه بصور من اوراق الدعوه فهو متعلق بها واسمه والهاتف وكل البيانات يا فندم اللي هتلاقيها سعادتك هنا موجوده، بس هو عشان قال فيه ثلاث مرات راحت، انا لقيت هنا تقريرين بس، اما فعلا التقرير الثالث حسب ما هو اورى فانا برضو اضعه على بساط بحث المحكمة يا فندم. ومع ذلك يا فندم هو قيل بأن معرفة رابط الحساب لا يتم إلا من حساب المتهم إذا أردنا أن نسند إليه أن الحساب يخصه من عدم، أما وجود محادثة فيها ثلاث يا فندم حسابات تقوم بالمناقشة أو تقوم بعمل محادثة هذا أمر نتعرض له جميعا إذا ما كان ذلك على تطبيق الماسنجر الخاص بالفيسبوك أو حتى في أي تطبيق آخر. يتضافر ذلك فندم في أمرين، الأمر الأول هو أنه بالنسبة للمتهم وجود الحسابات المنوه عنها الثلاثة معه في المحادثة هذا فندم يؤكد بأن هذه حسابات موجودة، ولكن الحساب المدعى أحمد شاكر هو حتى فيه وقرر الحاضر معلش يا فندم بأن في تقرير معلش يا فندم تقرير المساعدات الفنية المرفق بأوراق الدعوة في صاد 119 وأيضا التقرير الذي يخص شاهد الإثبات المسؤول في صاد 122 بأنه قرر بأن الحساب المثبت باسم أحمد شاكر هو تم العثور عليه من شبكة المعلومات وليس من تليفون الهاتف كما قرروا أو قررت أصحاب التقريرين القائمين بهما بأن الحساب المسمى خالد بيس وفندم وهو يخص المتهم والذي أقر هو به هو المثبت على الجهاز فقط قايلين كده يا فندم في هذه الأوراق بناء عليها فندم نحن وبحق وعدالة المحكمة نقول لأن هذه القضايا تمس من الشرف والعرض ما تمس به المجني عليهم لا فقط ولكن تمس به هذا المتهم وأولاده
لأنه من العار عليه أن يرتكب أفعال وهي الأفعال المسندة في أمر الإحالة إن صح الاتهام عليه. أما إن لم يصح الاتهام وفقا للأدلة الفنية ووفقا للأدلة القولية التي قلناها وبقيت نقطة أخيرة فن ما نوع عنها في تحقيقات النيابة العامة فن في قائمة الثبوت في آخر قائمة لما قال إن محمد عليوة طلب مني يا فندم فلوس من خالي اللي هو شاهد الإثبات الأول يا فندم عثمان طلب منها قال في سياق أقواله في تحقيقات النيابة العامة فندم محمد عليوة بأن المتهم حينما أدخله محمد عليه ولما لقى الحساب بتاع أحمد شاكر ده فندم يقوم بتهديده طلب منه يا فندم معلش أخذ طلب منه يا فندم ده يا فندم ما طلبهاش لنفسه ده قالها له كمشورة أو شورة فندم. فإحنا نحن بعد إذن هيئة المحكمة الموقرة وعدل الله بين أيديها ونحن حاولنا تقديم ما يمكن تقديمه لعدالة المحكمة بالنسبة للدليل نلتمس وبحق أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هيئتكم الموقرة براءتي من هذا الاتهام المسند إليه. نشكر يا فندم لعدالتكم حسن السماع في صحة الصدر. شكرا.